من الواضح أن موقف العربية السعودية على الدوام كان في طليعة أخواتها العربيات في مكافحة الخطر الإسرائيلي، ونحن نعتقد أن أي عربي يتخلف عن تأييد إخوانه العرب في معركتهم المصيرية مع إسرائيل فهو لا يستحق أن يطلق عليه اسم عربي. ربما يتبادر إلى بعض الأذهان أن هناك بعض الخلافات بين الدول العربية، ولكن هذا يجب أن لا يؤخذ بعين الاعتبار أن الخلاف بين أخوين يكون سبب أو يكون عائق دون تعاونهم ضد عدوهم المشترك. والمملكة العربية السعودية تؤيد شقيقاتها الأخرى في موقفها ضد إسرائيل واعتداءاتها على البلاد العربية، وقد أبلغنا الحكومة أن تضع كل القوات المسلحة السعودية تحت الإنذار وأن تكون مستعدة لخوض المعركة المصيرية مع الإسرائيلية. ونحن نعتقد أن كل الاضطرابات في المنطقة أصلاً حدثت بعد خلق إسرائيل الغير مشروع.